ماجد عبد النور مراسل شبكة شام المعارضة. سيد ماجد أهلا بك معنا. هل الاشتباكات في محيط مطارات والمراكز العسكرية لمحافظة حلب لا تزال متواصلة، وكيف هي الصورة بشكل عام هذا الصباح؟ نعم هذا صحيح، يعني ما تزال المعارك مستمرة في محيط المطارات المحاصرة حتى هذه اللحظة. أتحدث عن مطار حلب الدولي، عن مطار النيرب العسكري، هذين المطارين يعني متجاوران لبعضهما البعض، إضافة إلى مطار كويرس العسكري، أيضا مطار منغ العسكري. يعني معركة المطارات في مدينة حلب في الآونة الأخيرة يعني بدأت تأخذ منحى الحسم العسكري، خصوصا بعدما تم السيطرة على مطار الجراح، واليوم نشاهد هجوم على مطار النيرب ومطار حلب الدولي. يعني على العموم المعركة معركة حسم في هذه الأيام بالنسبة إلى معركة المطارات في مدينة حلب. أما في باقي المناطق المشتعلة في مدينة حلب أو مناطق التماس المباشر، بعض الأحياء في مدينة حلب تشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. أتحدث عن الأحياء الشرقية، حي الصاخور، حي سليمان الحلبي، حي كرم الجبل، أيضا حي صلاح الدين في الأحياء الغربية، إضافة إلى بعض أحياء حلب القديمة، تحديدا عند منطقة قلعة حلب بالتحديد. هذه المناطق تشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد على مدار الساعة. أيضا منطقة خان العسل عند مدرسة الشرطة، هذه المنطقة هي منطقة تماس مباشر، تشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. يوم أمس كان لدينا حصيلة في النهاية في مدينة حلب 25 شهيد، إضافة إلى عشرات الجرحى نتيجة هذه الحرب المستعرة في سوريا وليس فقط في مدينة حلب. شكرا جزيلا لك سيد ماجد عبد النور مراسل شبكة شام المعارضة، كنت معنا إذن مباشرة من حلب. وفي